عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف تصريحات معطاوي يكشف الحقيقة الكاملة حول اللاعبين الذين اختار تمثيل إسبانيا في آخر لحظة. أتمنى من أخواتي فضلا وليس أمر وضع اللايك والاشتراك في القناة. تعالوا نسمع معطاوي ماذا يقول. بما وقع في هذه في هذا الامر الذي سمي بقضيه وفي الحقيقه ليس بقضيه يعني بالمره. اؤكد لك يعني اسرد لك كيف جرت الاحداث باختصار. اولا ليعلم الجميع بان دوره شمال افريقيا لم تاتي في ظروف مواتيه للمكتب الفيدرالي الجديد والذي كان يبني النفس ان يتحاشى المشاركه في هذه الدوره اصلا. لذلك تم الاعتماد بالطريقة التي اعتدناها في الكرة الجزائرية، تم اعتماد يعني هذه التشكيلة وهذه الاستدعاءات بطريقة فيها الكثير من 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 الاستعجالية. لذلك الاستعجالية حتى يكون المصطلح أدق. الرئيس الفيدرالية كان يتمنى أن لا يشارك في هذه الدورة لأنه لم يتم التحضير لها بشكل جيد، ورغم ذلك أراد أن تكون التشكيلة يعني بالنسبة لهذه الدورة وبالنسبة للتشكيلات القادمة أن تكون معتمدة على اللاعب المحلي. لماذا؟ لإدراكه علم اليقين بأن الاعتماد على اللاعبين المزدوجين الجنسية في الأصناف الصغرى لا يخدم الكرة الجزائرية من عدة نقاط وسوف أوضح. أولا ليعلم الجميع بأن مختلف هذه الدورات وهذه اللقاءات لا تدخل في تواريخ الفيفا، والفيفا لا تلزم الأندية الأوروبية على تسريح اللاعبين لأن ليس هناك أي قانون يلزم هذه الأندية. رغم ذلك عندما تم اعتماد هذه القائمة ووضعت أمامه بعض الأسماء اشترط رئيس الاتحادية تكلم على وليد صادي اشترط من المدير الفني ومن المدرب على ضرورة أن تكون كل الأمور يعني تدخل في إطارها القانوني. كيف ذلك؟ أولا تم الاتصال باللاعبين وأعطيا موافقتهما المبدئية، ثم كثاني خطوة تم الاتصال بوالديهما واللذان أيضا أعطى موافقتهما، وخطوة ثالثة تم الاتصال بالناديين سواء الأتليتيكو أو بيتيس وأعطى هذين الناديين الموافقة الرسمية لتسريح هذين اللاعبين. بعدما تم بعث الاستدعاءات لهذين اللاعبين وتم نشر هذه القائمة على موقع الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، وهذا بين قوسين الخطأ الوحيد الذي ربما تكون قد وقعت فيه هذه الاتحادية. لماذا؟ لأنه من المفروض أن لا تنشر القائمة على الموقع، هذه أمور داخلية. نوجه الاستدعاءات وعندما يأتي اللاعبين يمكن أن يعني يمكن أن نعطي الأسماء التي حضرت إلى سيدي موسى. عندما تم نشر القائمة وتلقي اللاعبين الاستدعاءات تفطنت المديرية الفنية الإسبانية ووجهت في نفس الوقت أو بعد دقائق من تلقي استدعاءات للمنتخب الإسباني لأقل من 19 سنة. في هذا الظرف بالذات غير اللاعبين وجهتهما واختار أن يلبي دعوة المنتخب الإسباني. أين هي الفضيحة في كل ما سمعت وما رأيت؟